السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا دلوقتي عايز أعمل سكريبت في قلب الجيميل، بكتب سكريبت وبعد كده بقفله، وأقدر أكتب أي شفرين، يعني ممكن أكتب alert وأقول له مثلا هنا hello world، وأقول له control S واقول له عايز اشوف الصفحه دي، فبيجيب لي هلو ورلد. جميل جدا. طيب لو انا عايز احط الشفره دي في ملف خارجي، بعمل ملف اسمه اي اسم، بس المهم تكتب يبقى ايه جي اس، واخد الجمله دي واحطها في ملف الجي اس، وهاجي هنا اقول له السكريبت دوت بعد اذنك استدعيه من الملف الخارجي اللي هيبقى اسمه جي دوت جي اس، تمام، وهقول له كنترول اس وابدا اشوف الصفحه، الاقي ان هو استدعاها وكتب لي ال HTML. طب جميل جدا. طيب ممكن اجي بعد كده احط مثلا، خلينا نشوف ازاي نعرف داله، هقول له كونكشن ونديها اي اسم، وليكن مثلا اي اس دي، واديها القوسين دول، وبعد كده القوس دوت بالشكل ده، تمام، وهقول له عايز كده. انا اديته الداله بس لسه ما استدعيتهاش، عشان استدعيها هقول له اي سي دي، واقفل القوسين واديله العلامه ديت، واقول له كنترول اس، واجي هنا اقول له افتح لي، فيجيب لي هلو. طيب لو انا عايز حاجه كمان، طيب ممكن اقول له بقى انا عايز مثلا عايز اكتب جمله. طيب خلينا نقول له مثلا هنا ان انا عندي هنا مثلا تاج اسمه مثلا دي اي في، تمام، و اقفله اهوت. طيب بس هنا انا مش هكتب اي كلمه، العادي ان انا بكتب فقره هنا، لا مش هكتب بقى المره دي، بس هقول له اي دي بتساوي، ونبدا نديله اي اسم عشان استدعيه بالاي دي ديت، وليكن مثلا اي جي واي، تمام، واقول له كنترول اس. هاجي هنا عايز استدعي الفقره دي اللي الاي بتاعها اي جي واي، فهقول له ايه؟ هقول له دوكمنت، يعني الملف اللي انا فيه دوكمنت دوت جيت باي اي دي، انا عايز امسك الحاجه بالاي دي بتاعها وهدي له الاي دي اللي هو ايجيبت، وبعد كده هقول له انر اتش تي ام ال بتساوي، وهبدا اديله الجمله اللي هو انا عايز يظهرها اللي هي، اقول له هنا مثلا هاي ماي فريند، يبقى انا اقول له دوكمنت دوت جيت element باي دي، وبعد كده اديله اي دي، وبعد كده انا رشتي من اللي بتساوي، واديله الجمله اللي انا عايز اشوفها، واجي هنا اقول له وريني الصفحه ديت، فيقول له هلو ورلد، بعد كده يقول لي هاي ماي فريندز، تمام.